هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بكافة مؤسساتها على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة لإرضاء المواطن من السويس كغيره من المواطنين. وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء أن الدولة بصدد البدء خلال الفترة القادمة في إدراج القطاع الريفي بمنطقة حي الجناين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كان دايما اهالي السويس بيقولوا ان احنا صحيح ان احنا بيطلق علينا محافظه حضريه، ولكن هناك قطاع ريفي كبير وهو منطقه حي الجناين، وكانوا طالبين طبعا، وكان في هناك يعني طلبات لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانها تدرج ضمن مبادره حياه كريمه، وكان توجيه سيادته للحكومه ان فعلا يتم ادراج القطاع الريفي في محافظه السويس ضمن مبادره حياه كريمه، وده فعلا ان شاء الله هنبدا فيه خلال الفتره القادمه علشان برضو نغطي الجزء او القطاع الريفي اللي هو متمثل ما زي ما اتكلمنا مع سياده المحافظ في حي الجناين انه يبقى داخل ايضا في مبادره حياه كريمه، وبالتالي مشروعات حياه كريمه اللي بتتعمل ايضا في منطقه حي الجناين.